تخيل نفسك كده تكون ساكن في قرية صغيرة ويحصل زلزال وتشوف فجوة كبيرة في السماء، الفجوة دي تبلع القرية بالسكان بكل حاجة ويبقاش للقرية اي اثر نهائي. تعالوا بقى نتعرف على لغز ما تحلش لحد دلوقتي نهائي. قبل ما تعرف كده قوم جهز كوباية الشاي بتاعتك وطفي نورك عشان نستمتع بالحلقة مع بعض. مدينة أشلي دي مدينة موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في ولاية كنساس، وعدد سكانها حوالي 700 نسمة. بس في 17 أغسطس 1975 صحي سكان مدينة أشلي على صوت زلزال قوته 7.9 ريختر. المدينة كانت موجودة في مركز الزلزال بالظبط. طبعا بعد الزلزال القوي اللي صاب المدينة فريق الإنقاذ راح عشان يشوف ايه اللي حصل هناك، وفجأة هنا بقى ان ملاقوش المدينة ولا السكان نهائي، ولقوا مكان المدينة حفرة كبيرة جدا وملقوش اي حاجة تاني خالص. الحفرة دي بقى كان طولها 1000 متر وعرضها 500 متر. فريق الانقاذ بقى فضلوا يدوروا عن سكان المدينة لمدة اسبوعين بس بدون اي فايدة، عشان كده وقفوا عمليات البحث خالص. بس اللي حصل بعد كده اغرب واغرب، ان بعد يوم واحد من وقف عمليات البحث حصل زلزال تاني في نفس المكان وبنفس القوة بالظبط. مفاجأة بقى ان الحفرة اللي كانت موجودة ملقاهاش موجودة ومفيش اي اثر لاي حفرة. اللغز ده بقى محدش قدر يحله لحد دلوقتي. سيبك بقى من ده كله والحاجات اللي انا عمال اقولها من بدري، وتعالى نشوف الحاجات اللي بين السطور. انا مش جاي اقولك كده معلومة وخلاص، انا جاي امتعك واعرفك تفاصيل التفاصيل. بس ما عملتش لايك او كومنت او يكون تفكيرك كده وداك لهنا ولا هنا وما عملتش اشتراك في القناة، لان اللي جاي اغرب واغرب. مدينة أشلي دي مدينة صغيرة ما كانش لها مركز شرطة، بس كانت تابعة لمركز شرطة بلدة هايس. بعد الموضوع اللي حصل ده وموضوع الزلزال، مركز الشرطة راح يبحث في المدينة عشان يوصل لأي حاجة، بس ما وصلش لأي حاجة نهائي. بعض التسجيلات الصوتية لبعض من سكان المدينة، التسجيلات دي كانت غريبة جدا وفيها كلام يخض. Ma'am, who am I speaking with? My name is April. April Foster. Please, sir. Please help me. What is happening, ma'am? Last night they came back. Ma'am, I'm going to need you to... Last night they came back! Ma'am, I'm going to need you to calm down and speak clearly. وأول اتصال كان واحد من سكان مدينة أشلي قبل الزلزال بتمن أيام بس، بيقولوا إن شاف فجوة كبيرة سودة في السماء. وطبعا محدش من مركز الشرطة إدى المكالمة دي أي اهتمام، وافتكروا إن الراجل ده مجنون أو بيعمل مقلب في حد. وبعد المكالمة دي المكالمات كترت، وبقى كل شوية حد من سكان المدينة يقول لهم نفس الكلام ويقول لهم كلام أغرب وأغرب. ولما مركز الشرطة لقى إن البلاغات كتير وكلها بتأيد إن في فجوة سودة كبيرة بتظهر في السماء، قرر ان يبعت حد عشان يتأكد من كلام اهل المدينة. ركب راجل الشرطة العربية بتاعته عشان يروح مدينة اشلي ويشوف كلام الناس اللي هناك صح ولا غلط. ان المفاجأة ان راجل الشرطة ما كانش قادر يوصل للمدينة اصلا، ان كل ما بيحاول يوصل للمدينة كان بيلاقي نفسه رجع للنقطة اللي بدأ منها تاني، يعني كأنه بيلف في دايرة مقفولة ودواخين يلمون. فكرر الموضوع ده اكتر من مرة ويلاقي نفسه وصل لنقطة البداية تاني، حس انه مستحيل يوصل للمدينة. فرجع مركز الشرطة وبلغ رئيسه باللي حصل معاه بالظبط. الرئيس بتاعه كان فاكره بيخرف، فبعت معاه ناس تانية عشان يشوف كلامه صح ولا غلط. لما زمايله راحوا معاه مشوا في الطريق اللي بيوصلهم لمدينة أشلي، ولما يقربوا على المدينة يلاقوا نفسهم وصلوا لنقطة البداية. كرروا الموضوع ده أكتر من مرة وبيحصل معاهم نفس اللي حصل معاهم أول مرة، فقرروا يرجعوا لرئيسهم ويحكوا له اللي حصل معاهم بالظبط، فقال عليهم كلهم مجانين. فقرر الرئيس إن يبعت معاهم 10 عربيات شرطة عشان يروحوا مدينة أشلي. وكالعادة رجعوا للرئيس بتاعهم وقالوا له إن هما ما قدروش يوصلوا للمدينة.
طول الوقت ده كله كان سكان المدينة بيتصلوا بمركز الشرطة ويبلغوهم ان في حاجات غريبة بتحصل وان هم مش قادرين يخرجوا من المدينة اصلا. المركز كان بيطمنهم ويقول لهم ما تخرجوش من بيوتكم وحافظوا على نفسكم عشان احنا هنبعتولكم طيارات تيجي تنقذكم. وفعلا بعتوا طيارة لمدينة اشلي، بس الطيارة كانت بتفضل تدور حوالين المدينة وما كانتش بتوصل للمدينة. تاني يوم جه اتصال من سكان المدينة لمركز الشرطة وبيقول لهم ان النهار ما طلعش عندهم وان احنا في ليل بس والفجوة بتوسع. الغريب بقى ان المكالمة دي كانت الضوء. في اليوم اللي بعده جت مكالمة من واحدة ست بتقول للشرطة ان بنتها الصغيرة بتكلم ابوها. طبعا انت شايف الموضوع عادي، لكن اللي مش عادي ان ابو الطفلة دي ميت من فترة طويلة. واثناء المكالمة وهي شغالة الست لقت بنتها رايحة ناحية الباب، فالست بتقول لها رايحة فين؟ قالت لها رايحة لبابا وبابا عايزك انت كمان. فالست دي من شدة الرعب قفلت المكالمة وجابت بنتها وقفلت الباب وقعدت في بيتها ما طلعتش خالص. شرطة رجعت كلمتها وقالت لها اقفلي الباب كويس وحافظ على نفسك وعلى بنت. بعد المكالمة دي جات للشرطة مكالمات كتير جدا بتقول لهم ان الاطفال بيكلموا ناس مش موجودة وبيطلبوا منهم ان يجوا معاهم. فالشرطة رجعت حاولت مرة واثنين وتلاتة واربعة ان هي توصل للمدينة، لكن للأسف مش قادرة توصل خالص. كأن المدينة الارض انشقت وبلعت. في نفس اليوم جات للشرطة مكالمة من واحدة ست بتقول لهم ان احد الجيران هو وزوجته وبنته طلعوا عشان يهربوا لكن الضلمة بلعته. بعد كده استمرت المكالمات للشرطة وتقول لهم ان الاطفال اللي موجودين في المدينة اختفوا وملهمش اي اصل. في واحدة ست كلمت الشرطة بتقول لهم انها شافت ابنها اللي ميت من 3 سنين مولع. الست دي كانت مرعوبة جدا وهي بتكلم الشرطة، فالشرطة طلبت منها انها تستخبى وتحافظ على نفسها. واثناء المكالمه الشرطه سمعت صوت ازاز بيتكسر والمكالمه انقطعت. بس قبل ما المكالمه تخلص بثواني الشرطه سمعت صوت طفل بيقول لامه لقد وجدتك يا امي. بعد يوم المكالمه دي في مكالمات كتير جدا جات للشرطه وبتقول لهم ان الاطفال اللي اختفوا رجعوا كلهم تاني ومعاهم الاموال. الاطفال دول كانوا بييجوا يخبطوا على اهليهم واللي كان بيفتح الباب كان بيولع. وبسبب غرابة الاحداث اللي حصلت في مدينة اشلي فالشرطة كتمت على الموضوع نهائي، اعتبروا ان اللي حصل ده حادثة طبيعية او زلزال قضى على المدينة كلها عشان ما يصدروش الرعب للمدن المجاورة. لحد دلوقتي محدش قدر يحل لغز مدينة اشلي واللي اختفت في غموض من غير ما حد يعرف سبب اختفائها. كده تكون حلقة النهاردة خلصت. لو عجبتك لايك وفولو وقول لنا رأيك في الكومنتات. اشوفكم على خير، سلام عليكم.